بعض الدول يا شيخ لابد يعني سبب تسجيل هذه المقاطع يا شيخ ان بعض الدول يعني لابد يكون لك معرفة مسبقة ايش يصنعوا ايش يكون لهم انطباع. ممكن بعض الناس ترى يصطاد في الماء العكر. والله يا شيخ يعني كل دولة لها ميزات لها عيوب. ممكن احيانا بكلمة واحدة يحتصل لك مسافات طويلة. والله يا شيخ لا شك هذا يعني هذا يحتم ايضا على الانسان قبل ما يذهب اول يتواصل مع من يثق به او من اصدقائه او اصحابه يسأل عن طبيعة هذه البلاد. اي نعم من ذهب ايش صنع. ثم ايضا حتى هناك يقف الامر بنفسه ولا يعني يركن ويجعل الامر عند من يذهب هناك يقول له هنا يمين او يسار. يعني يحاول ان ينظم جدول. في البداية طبعا لابد الانسان قد يحصل له اشياء معينة لا شك. لكن السؤال والتثبت ومعرفة نمط كل بلد وطبيعة كل صحيح. بلد هذا امر مهم جدا. يعني زي ما تفضل بعض البلاد لبس الشماغ او الغترة عندهم هذا معيب. هذا يمكن عيب يقول هذا النساء. لباس النساء مثلا بعض مناطق في افريقيا مثلا الشماغ يعني لما يسلم بعض هؤلاء رؤساء القبائل انا اعطيه الشماغ اللي البس وطاقية يعملوا له كأنه عرس زفة. لو اوريك بعض المقاطع عرس تماما يعني. هو عندما يرجع من الحج الان يرجع بالعقال عقال الملك فيصل ذاك القديم والشماغ وكذا. الاعراف تختلف هذه يعني ينبغي على الدعاء يعني يلاحظ هذه الاعراف من بلده ويسأله في البلد استشاره. نعم انا الان في رحله معرفه حال المدعو يا شيخ كما سالت الاخوه يعني هل مثلا اطاقي هكذا اكتفي ام الشماغ قال احسن الشماغ. فعندئذ مثل هذا يعني مراعاه احوال البلاد والعادات التي فيها وسؤال أهل البلد. أسأل الله يتقبل أعمالنا. أنا والله مرة في درس من الدروس الشيخ بعد الدرس يعني حاط طلاب قال أعطيني الطاقية. طب أبقى حاسه والرأس مشكلة. أعطيت الطاقية تجسم الله مستعان. هي الأمور تحتاج حكمة حتى في جوانب معينة. يعني تعطيك إمرأة تجلس أمام قريب منك يعني وهي كافرة. يعني هل من حكمة نقول لها ارجعي روحي هناك؟ أحيانا ما لك إلا والله احيانا ممكن في بعض التصرفات يعني بلباقه وكذا تقول المراه عندنا مكرمه ترجع انت لك مكان خاص كذا. مو احيانا ناخذ معنا بعد غطاء الراس حتى الكافرات والله تقبلنا الحمد لله. لا يوجد انا في مواطن كنت استغرب ارى يعني بغير شعر بغير الشالات ايوه شو يسموها ايوه تروح وحده تجيب لها من هنا تعطيها وتاتي لكي تسلم بهذا البلد. سبحان الله اي والله وهي يعني انا اراها يعني واضح ظاهره وتاتي وتاخذ من افطر وتلبس وتاتي. القصد انه في بعض الحالات قد يتساهل الانسان في شيء مقابل اشياء كبرى واعظم. يعني هم ليس بعد الكفر ذنب صحيح. لا شك واذا اقبل احد من هؤلاء على الاسلام فهذا خير عظيم الحمد لله. اسال الله يتقبل. امين يا رب. اعطناك عن القهوه تفضل الشيخ. الله يسعدنا. هذه اجمل قهوه يا شيخ. الله يجزاك خير. انا اقول كلمه سمعتها من اخينا الفاضل الشيخ محمد بخيت جزاه الله خير. اي نعم انه قال لي اذا ذهبت لافريقيا تتمنى الا ترجع. ظننتها مبالغه. اول ذهاب لافريقيا قبيل سفري يعني كلمته ولما رايت لافريقيا وجدت ما قاله حقا وافريقيا ساحره تسحر الانسان بان يرجع ويعود اليها مره تلو مره. اسال الله يجعلها في مرضات يا رب. أيوة الله يتقبل. الله يتقبل. والله هذا الذي نرجو يا شيخ. والله يا شيخ هذه الحياه الحقيقيه سبحان الله الدعوه الى الله. اي والله يتقبل. امين الله يحفظكم. شكرا الله. حفظك الله. شكرا شكرا.